أخبار اليوم. أهلا بكم في النشرة الاقتصادية ببوابة أخبار اليوم، ونرصد لكم فيها حصاد الاقتصاد المصري خلال أسبوع. 429 مليار جنيه رأس المال السوقي للبورصة المصرية. أنهت البورصة آخر أسبوع في عام 2015 على ارتفاعات في مختلف مؤشراتها، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX13 بنسبة 46% ليستقر عند مستوى 7012 نقطة، لتبلغ معه قيمة رأس المال السوقي في ختام جلسات الأسبوع نحو 429.7 مليار جنيه بارتفاع بلغ 1%. البنك المركزي يطرح أذون خزانة ب 23 مليار جنيه. طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 23.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري نيابة عن وزارة المالية. وأعلن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي عن ارتفاع حجم العجز في الموازنة العامة للدولة ل 279.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2014-2015 مقابل 255 مليار جنيه في العام المالي 2013-2014. زراعة 3 مليون فدان قمح خلال العام الجاري. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تراجع حجم المساحات المنزرعة بالقمح هذا الموسم، والتي بلغت حتى الآن 3,155,000 فدان مقابل 3,377,000 فدان العام الماضي. قرار جمهوري بالموافقة على مخصصات 257 مليون من الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية في مصر. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2015 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة في شرم الشيخ في 14 مارس الماضي بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بشأن إطار الدعم الموحد للعام المالي 2014-2015، وتقضي مذكرة التفاهم بتقديم الدعم لمصر بمخصصات تأشيرية خلال هذه الفترة تصل ل 257 مليون يورو. اتحاد الصناعات ينفي اتفاقه مع البنك المركزي حول قيمة الصادرات. نفى اتحاد الصناعات المصرية وجود اتفاق مع البنك المركزي بشأن الحصول على قيمة الصادرات بالجنيه المصري مقابل إلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولاري. وأكد الاتحاد التعاون الكامل مع البنك المركزي لتوفير العملة المطلوبة لاستيراد السلع الرأسمالية للصناعة ومستلزمات الإنتاج. أسعار الذهب تواصل تراجعها بالسوق المحلي. سعر الذهب عيار 21 261 جنيه، وعيار 24 298 جنيه، وعيار 18 225 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 2092 جنيه. وبلغ حجم التراجع بالذهب نحو 10% خلال هذا العام. كانت هذه آخر النشرات الاقتصادية في ختام سنة 2015، ونتمنى لكم بداية سعيدة في عام جديد، ونشكركم على حسن متابعتكم وننتظركم في الأسبوع القادم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة سنة جديدة 2016، ويا رب تكون سنة سعيدة علينا كلنا. أهلا بكم معنا في نشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم أحداث الفن والفنانين، وإليكم العناوين. أحمد السقا ومنى زكي يبدأان تصوير من 30 سنة في شوارع وسط البلد. مصطفى شعبان يتزوج من هندية ويثير غيرة الرجال في فيلم جوز هندي. سميرة سعيد تصور كليب ما حصلش حاجة من ألبوم عايز أعيش في سرابيا. أحمد آدم في 100 سؤال عمرو واكد مين عشان يقطع الباسبور المصري. أحمد عبد العزيز قيمة درامية والسخرية منه وقاحة فيسبوكية. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. الفنان أحمد السقا يبدأ تصوير فيلمه الجديد من 30 سنة بصحبة الفنانة منى زكي بعد غد الأربعاء في شوارع وسط البلد، حيث فضل فريق العمل أن تكون بداية التصوير بالمشاهد الخارجية على أن يتوقف التصوير عقب ذلك اليوم للاحتفال بعيد الكريسماس، وبعد ذلك يستأنف التصوير يوم السبت الموافق 2 من شهر يناير المقبل. بعد غياب 5 سنوات عن السينما، يعود الفنان مصطفى شعبان بفيلم جديد يحمل اسم جوز هندي. قصة الفيلم تدور حول شاب اسمه شريف ويجسدها مصطفى شعبان، يسافر إلى الهند ويقع في الحب ويتزوج من امرأة هندية ويعود معها إلى القاهرة.
سميرة سعيد تصور كليب أغنية ما حصلش حاجة من ألبومها عايزة أعيش في صربيا مع المخرجة اللبنانية إنجي جمال خلال أسابيع، وأن المخرجة اللبنانية تفاضل بين أماكن التصوير، وهناك بعد الانتهاء من المعاينة لبدء تصوير كليب الأغنية من كلمات شادي نور وألحان بلال. علق الفنان أحمد إدم على شخصية الفنان عمرو واكد قائلا: عمري ما شفته ولا عرفته ولا عاوز أعرفه ولا بحبه، انت ايه ولا مين عشان تقطع الباسبور المصري؟ وبعدين انا الحمد لله يعني عمري ما شفته ولا عرفته اساسا ولا احب اعرفه. مش عاوز تعرفه حاجة. مش ده من زمان على فكره، من قبل والله العظيم ثلاثة، من قبل اي حاجه، ده من زمان. قالت مشاهد الفنان احمد عبد العزيز نجم نجوم الدراما التلفزيونيه في نهايه الثمانينيات وفتره التسعينيات لماده سخريه واستهزاء وتهكم على الفنان الكبير وأداءه الدرامي في المسلسلات التي قدمها. وأسرة الوقاحة برواد مستخدمي موقع فيسبوك الذين لا عزيز لهم وليس لهم أي هدف سوى الضحك الرخيص وتزايد عدد الإعجاب والتعليقات والنشر على ما يتم نشره، إلى تحويل المشاهد الدرامية المؤثرة التي كنا نشاهدها ونتأثر بها إلى مادة سخرية بعد تركيب كلام مختلف من الحوار عليها يتحول لمشهد كوميدي. ومن المؤكد أن الأجيال الجديدة التي لم تشاهد تلك الأعمال سيصل إليها انطباع بأن هذه الأعمال القيمة كانت ساذجة، مما أثار غضب الفنان أحمد عبد العزيز، فيجب على الأجيال القادمة احترام الأجيال السابقة ونكمل المسيرة الفنية والتعلم مما سبق ليس الاستهزاء به. وبكده بتكون انتهت نشرتنا الفنية، وبتنتهي 2015 وبتيجي 2016 بسنة سعيدة وجميلة علينا كلنا. كانت معكم وجيدة عبد اللطيف من أخبار اليوم. لم أجد سوى مشروع النهضة، وأعتقد أن مصر محتاجة لمؤسسة كبيرة زي حزب الحرية والعدالة وزي جماعة الإخوان المسلمين، منتشرة في ربوع مصر، والواحد بحاسس أن هم بيعملوا بحب وإخلاص. الأمن الوطني ابنك عم أبو تريكة من القيادات الوسطى للإخوان وتحرض ضد القوات المسلحة. كشفت تحريات الأمن الوطني التي تسلمتها نيابة بولاء الدكرور الأربعاء الماضي اتهام بنت عم اللاعب محمد أبو تريكة وشقيق زوجها بإثارة الفتنة والحشد للمظاهرات. احنا زي ما قلنا امبارح في بدر الردة، احكام الفقهاء اللي نزلت على دماغنا وحرقت حياتنا وسميناها دين، واعتقدنا ان هي صوت الاله، رغم ان هي في كل الثلاث درجات اللي قلناها ملاش علاقة، لا هم صوت الاله وهم في النهاية بشر ومفيش رخصة باسمهم، هم مخصوص يفسروا الدين. ثم انهم حتى لما جم يفسروه على اعتبار انهم احنا نديناهم او اجدادنا ادوهم الرخصة طوعا، فهم افسدوا ما لا يمكن تصوره في النص وفي تطبيقه وفي حياتنا بدموية منقطعة النظير في أي دين قبل الإسلام. حتى إسلام بحيري عاماً بتهمة ازدراء الأديان. قضت محكمة جناح مستأنف مصر القديمة بجنوب القاهرة الاثنين الماضي بقبول الاستئناف المقدم من الباحث إسلام بحيري على حبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الأديان وتخفيف الحكم العام. أنا هنا اليوم لأتحدث عن ممارسات ما يسمى بالدولة الإسلامية ضدنا من الاتجار بالبشر، استخدام نسائنا للاستعباد الجنسي، وتجنيد أطفالنا للحرف، التشرد وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحقنا. النائب العام يكلف بالتحقيق في بلاغ ضد الفتاة الأيزيدية. حال المستشار نبيل صادق النائب العام البلاغ المقدم من تامر سيف المحامي ضد نادية مراد الفتاة الأيزيدية لدعوتها ضد طلاب الجامعات لعمل مليونية ضد تنظيم داعش إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق. ضخم والخسائر كبيرة وحالة من الهرج والمرج، وشايفين حتى كمان في عدد كبير من السيارات اللي كانت موجودة تحت العقار، حوالي 7 سيارات اتدمرت بالكامل، وده يدينا برضو دلالة عن شدة الانفجار اللي حصل. انفجار عقار بفيصل نتيجة تسريب غاز ومطرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين. شهدت منطقة فيصل الأحد الماضي انفجار في أحد العقارات السكنية بشارع سهل حمزة بفيصل، مما أثر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين.
وتحطم 7 سيارات كانت متوقفة أسفل المنزل. لا لو ماشي أو طريق عادي مش هقدر أقف أكيد، بس ممكن أسلم فيش مشكلة يعني. بتسلم على كل الناس بحرارة؟ آه طبعا طبعا بسلم على كل الناس. منى فضالي مش تنكة؟ لا الحمد لله متواضعة؟ آه الحمد لله. مصورة صحفية تتهم منى فضالي بالاعتداء عليها بأكتوبر. باشرت نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار أحمد حامد التحقيق في البلاغ المقدم من مصورة صحفية والتي تتهم فيه الفنانة منى فضالي وسائقها بالاعتداء عليها بالضرب. ومن المنتظر استدعاء الفنانة منى فضالي لسماع أقوالها. أهلا بكم في الحصاد الأسبوعي للنشرة الرياضية لبوابة أخبار اليوم. ساعات قليلة ويبدأ عام جديد 2016، وبهذه المناسبة اسمحوا لي أن أنقل لكم تمنيات دار أخبار اليوم وبوابة أخبار اليوم وكل عاملين بها لكم ولمصرنا الحبيبة بدوام الرخاء والازدهار، وعام سعيد. كل عام وأنتم بخير. الأهلي يشكو برشلونة للفيفا. يتقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد برشلونة في الفيفا لحفظ حقوقه في الفوز بلقب الأكثر تتويجا. هذا واتفق مجلس إدارة القلعة الحمراء على تقديم الشكوى خلال الساعات القادمة. حازم يغيب عن الزمالك أسبوعين. يغيب حازم إمام ظهير أيمن الفريق الأول لنادي الزمالك عن تدريبات الفريق الجماعية لمدة أسبوعين، وسيخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية الأيام المقبلة وبعدها يعود للتدريبات بشكل طبيعي، خاصة أنه يعاني من إصابة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة قد تعرض لها مؤخرا وغاب عن مباريات الفريق الأخيرة. تحقيقات في الزمالك بسبب فضيحة الملابس. طلب مسؤول نادي الزمالك بإحالة خالد رفعت مدير التسويق بالقلعة البيضاء للتحقيق وتحميل مسؤولية الزي الجديد الذي أرسلته شركة ماكرون، خاصة أنه كان مكلفا من قبل إدارة النادي بالاتفاق مع شركة الملابس. هذا وقد شهد نادي الزمالك أزمة كبيرة حاليا بسبب اعتراض الجهاز الفني للفريق بقيادة باكيتا ومجلس الإدارة على التصميم الجديد لتيشيرت الفريق. وكانت جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي قد شنت حملات ضد نادي الزمالك بسبب هذا التصميم السيء وصفته بأنه لا يتناسب مع الزمالك. الزمالك يعير جمال السموحة وغرامة جديدة لباسم. وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور على رحيل إسلام جمال مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأن اللاعب سوف يرحل إلى صفوف فريق سموحة السكندري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ومن المنتظر أن يخصم الزمالك قيمة الصفقة من مستحقات متأخرة الخاصة بانتقال إبراهيم عبد الخالق من سموحة للأبيض في الانتقالات الماضية. كما قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك تغريم باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي 300,000 جنيه بسبب تصريحاته للقناة الفضائية على هامش إحدى حفلات التكريم التي أقيمت له مؤخرا. هذا وقد كان المجلس قد غرم اللاعب من قبل 300,000 جنيه بسبب استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من تحذير الإدارة والجهاز للاعبين بعدم الظهور في الإعلام نهائيا وعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. يسترد الزمالك قوته الضاربة أمام المقصة يوم السبت المقبل بالدوري العام لكرة القدم بعودة 3 من عناصر الأساسية للفريق وهم محمود كهربا وأحمد مكي وأحمد توفيق، والذين غابوا عن مباراة بتروجيت الاثنين الماضي للإيقاف. وفي المقابل يغيب باسم مرسي عن اللقاء المقبل لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة بتروجيت. هذا يتطلع الزمالك العودة إلى الانصراف بعد الكوة التي أصابته بالتعادل مع بتروجيت بهدف لكل فريق. سعدت بلقائكم وإلى لقاء جديد في نشرة رياضية جديدة من نشرات الرياضية لبوابة أخبار اليوم.